قضى علينا ليش مزيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا grade 5 math first term unit 3 lesson 3. lesson 3 ده اخر lesson في اليونت دي. بيقول لي drawing line segment from the vertices of a triangle perpendicular to its opposite side. الاول ازاي بنرسم perpendicular line؟ كله معاه الرولر والترينجل. الترينجل نشوف رولر اند ترينجل. ارسم ستريت لاين كده بسرعة. سميه اي بي مثلا. مستر انا عندي نوعين من الترينجل، عندي نوعين، هوريهم لك وانت تقول لي ايه هم. طويل الطويل. اعمل الطويل. اعمل الطويل اللي فيه. الطويل. ده ستريت لاين اي بي. ماشي. كله رسمه. احط بوينت في اي مكان هنا. انا عملتها بالريول الخط. ماشي. البوينت دي اسميها سي. البوينت دي في اي مكان. ماشي. كله عمل كده. ايوه انا رسمت اللاين وعملت اي بي. ماشي. ثانية واحدة بس اعمل البوينت سي. لكن معرفش كام سنتيمتر بقى. ايوه بس كل لقيت دي تراينجل. الخط بتاع الترينجل كام سنتيمتر؟ مش فارقة أي حاجة. الترينجل بجيبه عاملاها 4 سنتيمتر. بيبقى ليه تو بيز، واحد كده واحد كده. عامل ايه واحد مايل سنتيمتر؟ أي حاجة، ماليش دعوة بالمايل ده. ماشي. ابتدي أحرك الترينجل. لحد ما الترينجل ده هيجي على البوينت. طب ثانية واحدة اعملها عشان انا ما اعمله ويطلع غلط. بسرعة. يلا يا احمد ارسم ستريت لاين وحط عاملها ازاي بقى؟ ارسم ستريت لاين كام سنتيمتر؟ بجيب التراينجل. يا مستر عملت الاي والبي. ماشي. اعمل بوينت سي. يا مستر ارسم يا مستر كام سنتيمتر؟ اي حاجه. مستر قال اي سنتيمتر. عملت 5. ارسم 10. اوكي. 10. عملت بوينت فوق. ايوه ايوه عملت بوينت بعيدة كده اهو. ماشي. اجيب الترينجل وامشيه على اللاين. لازم يكون حط الرولر تحت هنا. حطيتها. ومشي الترينجل ده على الرولر. يعني الرولر تحت ايه؟ زي الرولر هنا اهي. ماشي. الترانجل ده ثبته عليها اهو وافضل حركه حركه. يعني ايدك اليمين ماسكه الرولر وايدك الشمال بتحرك المين الترانجل. خلاص فاهم يا مستر. خلاص عملتها عملتها وهي قريبه قوي من السي. وصلت للبوينت اللي هي السي. اقوم راسم. بص ما فهمتش، ينفع تفهمني؟ ارسم خط. ماشي. ارسم خط. خط. مستر ما فهمتش، ينفع تفهمهاني؟ ايوه. عملتها. رسمت ايه لحد دلوقتي يا محمد؟ ايوه يا مستر. وريني كده يا رامي قرب.
الو دي يا مستر كده يا روما؟ صح سلام يا مستر كده. ايوه سامع. انا مستر عملت الثلاثه زي ما حضرتك عامل كده، وحطيت بوينت سي في اخر واحده. رسمت ثلاثة ايه؟ ثلاثه ترينجل زي ما حضرتك عامل لا ما كده. ترسموش، ده ترينجل بيتحرك. ايوه مستر مش عارف يحركه فحرمان كده. ده ترينجل بيتحرك ما ترسموش. ماشي، ده الترينجل اللي معايا، بتفضل تحركه على الرولر والرولر ثابته في مكانها. ماشي، انت رسمت الستريت لاين، عملت بوينت سي، هات الترينجل بتاعك. مستر انا عملت ستريت لاين لكن انا طلعت بره شويه وثبته. مش عارف مستر شفت الترينجل؟ خلاص انا ثبته وعملته. ماشي يا روما خلاص. مستر روبي جبت الترينجل؟ الو جبت الترينجل؟ لا بس انا عرفتها من الكاميرا، انا اوريك انا مش عارف بعملها ازاي. وريني. اهو انا حطيت اللورر ماشي. على الاسم كله الخط. يتفرج بقى على ايه؟ على زياد. حط ماشي انزل دي بقى نزل الترينجل، حط ظهره اللي هو العدل على الرولر. لا مش المايل ده، التاني مستر مش على التاني يا مكان زياد. رسمت اللاين كده. ايوه كله شايف زياد؟ ايوه كله يتفرج على زياد هيعلمكم. هو حاطط الرولر على الستريت لاين والتراينجل. ثبت الرولر بايدك اليمين يا زياد، انت ماسك الموبايل، وحرك التراينجل لحد ما توصل للبوينت سي بس وانت ماشي على الرولر بقى. ايه لازم خليها فوق شويه تقول ايه؟ البوينت سي لازم اخليها فوق شويه ولا هي خليها كده كويس؟ لا كده كويس، بس انت عاملها على الشكل المايل. لا مشي التراينجل لحد ما تيجي على ناحيه التراينجل اللي هي فيها نمبرز دي وشرط. يعني مشي التراينجل كمان على ايوه كمان كمان مشي كمان 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 سنه. وريني بقى البوينت سي فين للموبايل. ايوه كله شايف كده. ايوه اشيل الرولر وانا مثبت التراينجل وارسم لاين بقى. التراينجل ما حركوش، اثبت التراينجل بايدي وارسم لاين. ارسم ايه؟ لاين من السي مستر ينزل يعني على مستر احنا الترينجل واسمه ده واحط الرولر في المقاس. انا الترينجل بتاعي مش لاقيه، انا اعمل كده يعني. ارسم بقى من السي البوينت سي نزل على اللاين يا زياد. حط فين يعني؟ استنى مستر. نعم ايوه انا عارف اعمل كل ده بس ايه ده بقى؟ انزل بقى خط النص كده، انزل خط النص كده. محطوطة بكام سنتيمتر؟ اي حاجة 2 سنتيمتر. بس يا مستر
يعني لازم اقرب الترانجل ده عشان ممكن الخط يتعوج مني. ماشي خلاص، سيب بقى سيب الموبايل وامسك بإيد وارسم طب بيه. مش شرط، مش شرط. نعم مش عارفة ارسمها، المشكلة انا كده بس لسه ما عملتهاش بالمسطرة، فممكن اعيدها تاني كده. مستر ايوه كده، زي ما زياد علمنا مستر خلاص ازاي. على الثالث. بتقول يا محمد خلاص بس كده، بس هو ده كده بس الدرس لسه. مستر كده صح؟ برافو عليك يا محمد، صح. احمد عملتها. أحمد وأدهم، بس بقى نقعد نوصل كده وكده يعني. إيه لسه هقول لك دلوقتي تعمل إيه. اللي خلصوا يعني لحد نكمل دلوقتي فيها راما وزياد ومحمد. نقصد يعني دلوقتي هنكمل فيها ولا هنعمل واحدة جديدة بقى؟ هنعمل واحدة جديدة. طيب أحمد وأدهم خلصتوا؟ اللي خلص يرسمه ده لاين ويحط بوينت هنا. كده كده ماشي، هنعمله بالمعوج. صفحة تانية، انا بس اجيب صفحة تانية اهو. نعمل خط كم سنتيمتر؟ كم سنتيمتر يا مستر؟ 10 سنتيمتر. 10 سنتيمتر. ماشي يا احمد، برافو عليك، صح. مستر نعمل له خط مستقيم ولا معوج؟ 10 سنتيمتر. نعم كده يا مستر الخط يبقى كده. خط مستقيم ولا معوج؟ معوج. يعني ايه معوج؟ بالمسطرة ارسموه بالمسطرة. لا انا بروح ارسمه بالتريانجل. احمد مش باين يا احمد. مستر الخط يبقى كده؟ ماشي صح كده يا زياد، برافو عليك. لازم نرسمه يا مستر بالمسطرة ولا مش هتفرق أي حاجة. قصدك على الخط اللي هو جاي من البوينت ولا الستريت لاين؟ لا أنا قصدي الستريت لاين. الستريت لاين ارسمه بأي حاجة. أهو أنا عملتها يا مستر. 2 سنتيمتر صح؟ حط بوينت فين بقى؟ مستر حط بوينت هنا ولا هنا ولا فين؟ في أي مكان يا زياد. وركز معانا بقى يا زياد عشان انت اللي هتعلمنا يا زياد. ماشي. طب هيكون اسمها ايه يا مستر؟ ايه بي مثلا. اوكي البوينت اسمها سي. ماشي. ايه تمام عملتها يا مستر كده. كده بوينت كويس. ماشي كويس يا زياد. كله بقى يركز مع زياد في الكاميرا. هتجيب الرولر يا زياد تحطها فين؟ على الستريت لاين. هي الرولر هنا اهي، نثبتها على الستريت لاين بالظبط. كله شايفها؟ كله شايف مع زياد وراما؟ ايوه يا مستر. هجيب الترانجل واحط الترانجل اللي عندي فيه خط مايل وفيه خطين عدلين. انا بثبت بالخط اللي هو العدل. ماشي وريني كده فين العدل يا زياد. ايوه ده اثبته على الرولر.
ماشي. لا كده غلط يا زياد، ثبت بالتريانجل الجزء اللي هو مكتوب عليه ده اللي فيه الأرقام. ماشي، وريني شكله عشان ارسم لكم زي. ايوه برافو عليك، يبقى كده زياد عمله كده وانا عملته كده. شايفين؟ هحرك بقى الترينجل كمان شوية لحد ما اوصل للبوينت. تمام. افضل مستر، حاجة طب انا مستر لما حرك الترينجل لازم اوصل لحد محدد ولا ايه يعني مستر؟ ايوه لحد ما اقابل البوينت بتاعتي كده. قابلت البوينت ولا كده لسه؟ قابلتها. لا مش على اللاين دوت يا زياد، ده المايل بتاع الترينجل ماليش دعوه بيه. ايوه انا شلتها وعملتها اهو يا مستر. لازم على الخط العدل اللي هو مكتوب عليه ده يا زياد، ده زي رمى كده. ايوه ارجع تاني كمان شوية، كمان لغاية التن، لغاية بنت بتاعت التن. كمل يا زياد. لا امشي يا زياد بالترينجل. امشي بيه بالترينجل. انا هعملها له من تمام تاني واحدة يا مستر. لا روح الناحية التانية يا زياد. خلاص عملتها يا مستر. ماشي روح الناحية التانية يا زياد. ناحية دي فين البوينت يا زياد؟ البوينت انا مش شايف. محمد كده صح، فين البوينت يا زياد؟ لا تعالى بالتراينجل الناحية التانية. لا المفروض مش على الخط ده يا زياد، المفروض يجي على اللاين اللي هو مكتوب عليه ارقام ده. يعني مشي التراينجل لغاية التن يعني؟ لا مشي الترينجل كمان كمان كمان. وريني مكان البوينت. ها كمان برافو عليك، امشي كمان شوي كمان شوي كمان شوي. بس اوف، المفروض اللاين يكون على الحته دي بتاع الترينجل. اشيل بقى الرولر والتراينجل ثابت في مكانه وارسم لاين. كله شاف زياد بيخلي البوينت تيجي فين؟ ارسم بقى اللاين لغايه كده. بس ارسمه بالتراينجل، ترسموش يعني ثبت بالتراينجل. يعني خليه ينزل لما اوصلها للبوينت اعمل ايه بقى؟ وصله بس باللاين بس، هو ده المقصود الحصه دي ان انا ارسم بس كده مستر. يعني انا هفضل احط عند البتاع لغايه لما اوصل له، بعد كده اروح جاي مصر بالله. ايوه يا مستر، يا مستر بانهي خط من عند الترينجل؟ قصدي يعني من عند بتاع 10 سنتيمتر 9 سنتيمتر كده. انا ماليش دعوه باي سنتيمتر كده يا مستر. ماشي. يعني انا بتعامل مع مستر. هنعمل ايه تاني؟ برافو عليك يا زياد، بس الخط مهم شويه. ماشي بس المفروض تظبطه شويه زياد. ارسم لاين كده الناحيه الثانيه. انا عملتها اهي بس اهي النتيجه. وين ده كده يا مستر؟ ماشي زي ما زياد عمل. ايوه بس يا ينفع تعملها تاني برضه عشان انا عملتها بالرولر كده اهو، بعدين منتهي كده خلاص. لازم الرولر يبقى ثابت على الستريت لاين. ايوه مش عارف بس مش ده اللي فهمته، اللي انا احط الرولر بعد كده بال تاني بقى ولا نخش على الاكسرسايز؟ احركه بايدي الشمال يا مستر واوصله لغايه البوينت، بعد كده اوصلهم. بعد كده نشيل ده نعمل خط في ناحيتين هتوصل لهم. اوصله بالرولر ولا بالترينجل؟ اهو بالترينجل. الرولر ثابته، انا ما بحركش الرولر، الترينجل هو اللي بيتحرك. الترينجل مش الرولر بس. هنا غلطه
كل شوية زياد بيقع فيها. ليه؟ اللي هو بيخلي الترينجل الناحية المايلة، هي دي اللي يرسم منها. يعني ارسم من ناحية دي المفروض لا مش دي اللي عليها ارقام، ما هي دي اللي عليها ارقام دي. ايوه دي مستر. يعني انا مستر، طب انا مستر ارسم الناحية اللي عليها ارقام صح؟ اه لازم النقطة تيجي في الناحية اللي عليها ارقام. يا مستر دي دي ولا دي؟ لا مش اللي عليها كتابة، يبقى دي اللي عليها ارقام. اللي عليها ارقام ايوه دي او دي، واحدة منهم على الرولر والتانية توصل للبوينت. ماشي زياد وريني يعني ازاي يا مستر. بصوا يعني واحدة كده وواحدة توصل للبوينت صح؟ ايوه هوريه لكم. الترينجل بيبقى عامل كده. ماشي مستر، البتاع مش واضحه. في بينكم الترينجل بيبقى ايه مكتوب عليه ارقام هنا، وفي برضو مكتوب ارقام هنا. لا هو موجود عندنا حته واحده. اه في ناس عندها حتة واحدة وناس عندها حتتين. ماشي اهم حاجة تمام. الجزء المايل ده ماليش دعوة بيه خالص. ايوه انا جزء المايل مش تبع اللي هو اللي مكتوب عليه الارقام. اه اللي مكتوب الارقام ده ماشي مكتوب عليه. ماشي خلاص كده انا بركز على مين؟ على الجزئين دول. واحد منهم بيبقى على الرولر ثابت، والتاني بفضل ماشي بيه لحد ما اوصل للبوينت. بس كده ده المقصود، يعني ان هما دول الجزئين اللي انا هشتغل بيهم في الترينجل. خلاص ماشي. طيب الو يا مستر، انا دخلت من الموبايل. ماشي في صوت صدى. اعمل ايه؟ هترسم بقى ايه؟ ستريت لاين كده وبوينت، ونحط الرولر زي ما احنا متفقين على الستريت لاين. الرولر ما بتتحركش. ايوه الرولر ثابته على الستريت لاين بالظبط. واجيب التراينجل، قلنا التراينجل في ايه؟ ناحيتين، واحده فيها كتابه والتانيه فيها كتابه او ما فيهاش، بس تعتبر ايه؟ عدله كده زيها. ايوه ماشي. كله يبص لأحمد. أحمد أنت اللي اتعلمنا المرة دي. أحمد نعم أنت اللي اتعلمنا المرة دي ازاي نرسم. مش عارف بس أنا بس كده. طب مين يقدر يفتح الكاميرا ويعلمنا؟ أنا يا مستر. أنا هعلمكم. ماشي يلا يا واحدة. مستر انا هطلع من اللابتوب يا مستر. ماشي يا حبيبي. ماشي هكون عندي مثل يا زيد. انت هتعلمنا المروحة. ماشي انا صفحة جديدة ولا كمل؟ هتعمل صفحة جديدة. انا بعمل في صفحة جديدة. انا رامة فتحيت. هنجيب هترسم ستريت لاين الخط. تريانجل وزياد كمان اهوت. راما ثبتت الرولر على اللاين. ماشي والتراينجل. ماشي وجابت التراينجل وحطت بوينت. هتفضل بقى تحرك التراينجل ده. شايفين هي مثبته انه جزء ملهاش دعوه بالجزء المايل، وهتفضل ماشيه بالتراينجل لحد ما تروح للبوينت اللي هي علمتها. زياد بيحط البوينت اهو. نعملها عند التن.
من نلعب التين والفيفتين وكده. هعمل بس البوينت اللي انا عاملها. همشي 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 اهو. يلا زياد ورينا. وصلت عندي البوينت. ايه احنا نشتغل بالكومبس ولا ايه؟ انا خلاص عملتها ووصلت لي البوينت. ماشي ما شفناش حاجه يا راما. هتثبت ايه على الرولر يا زياد؟ تريانجل المفروض. بعدين امسك التريانجل. ايوه برافو عليك صح. بص راما ادينا فرصه. وافضل ماشي لحد ما يقابل البوينت. وافضل ماشي. انا مشيت اهو وقابلت البوينت اللي انا حاطاها. ثانية واحدة يا مستر. هتقابلها بني واحدة يا زياد. ايوه ممتاز يا زياد برافو عليك. الو يا مستر. يا حبيبي مستر كنت عايز اسالك سؤال. ايه فايده الحركه بتاعه المثلث دي اللي حطيناها في الاكزامبل في الكتاب يا مستر؟ بيربنديكولار ده مهم جدا. شايف اي ترابيزه او اي سرير او اي كرسي يكون عامل كده مثلا؟ ده الظهر بتاعه. دي لازم بتكون ايه؟ رايت انجل. لو بينزلها بيربنديكولار كده. لو هي عامله كده الكرسي هياخدك وتقع. ماشي؟ فلو انت يعني ان شاء الله بقيت في المهنه دي لازم تكون بتعرف تعمل الانجلز كويسه جدا. خلاص؟ ومعظم الحاجات الصناعات اللي حوالينا كلها بتعتمد على موضوع الانجلز دي. ماشي؟ فلازم تعرف تعمل بيربنديكولار ستريت لاين. اي واحد شغال في اي مصنع مثلا لازم يعرف الحاجات دي. عملت اول حاجه ستريت لاين. مستر 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 مين ده؟ عم تشوف الصوت ده؟ خلي احمد مستر يطلع من الباب التاني. ماشي وريني كده يا احمد. مستر انا رسمتها يا مستر. ماشي عارفين الهوم ورك هيبقى ايه؟ ماشي ارسم 5 لاينز زي دول واعمل بوينتس واعمل بيربنديكولار 5 مرات. مستر عملت التريانجل اهو. ماشي ازاي يا مستر؟ بترسم التريانجل ولا لا؟ مستر طب انا يا مستر كويس الرمى رسمها كده يا مستر؟ لا غلط. الرمى رسمها ده غلط. امال ايه مستر؟ حضرتك قلت لي ان انا بحط البوينت وبمشي التريانجل بعد كده بروح جاي موصلهم باللاين كده هي الصح؟ اه اللي زياد رسمه ده هو الصح. ادهم ركز معايا. اللي زياد رسمه هو الصح. ادهم ركز معايا. بص السنتيمتر مستر قال لنا من عند 10 سنتيمتر ل 10. انا عامله من 10. اعمله من 10 كده. خلاص سنتيمتر. ما قلتش ل 10 ولا 20. مش مهم برضه أي حاجة. ممكن سنتيمتر رسمتها. أنا قلت بترسم لاين وتحط بوينت بره وتجيب الرولر تحطها على اللاين وتجيب الترانجل. أي حاجة 100 سنتيمتر مش فارقة. ايوه انا هنا ايوه زاد رسمت 2 سنتيمتر. حط بوينت بقى بره اللاين. حط بوينت بس وجيب مثلا كده مصره كده او كده. ايوه بص لزياد. ماشي اه بالظبط. امشي 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 لا
لغاية تقابل البوينت عند ال ترينجل. وصل بقى تحت. وصل فين؟ وصل البوينت باللاين. البوينت باللاين. انا مثلا تشوف انا واقف عندي واقف. اللي زياد عملها دي صح. ايوه مش يعني بعد ما اعمل لاين كده مش اعمل لاين طويل ولا لاين نايم؟ لا ما يكونش نايم، لازم يكون عدل. وصل بخط لغايه الخط اللي انت كنت عامله الاول. ايوه تمام. عملتها؟ نجحت معاك بالمنظر ده؟ يعني طلعت معاك بالمنظر ده؟ المنظر هو عامل ثانية. اهو يا ميس عملتها. ايش موجود؟ او طلعت معانا في الشنطة عاملها بالظبط. لسه انا خلاص عملتها. عايز اقول لك تاني ولا بس اصبر لك الكاميرا عشان تكون كويس؟ ماشي برافو عليك. انا لسه عملتها. مين لسه ما بيعرفش يعملها؟ طلعت معاك بالمنظر ده؟ انا شكل انا بقى. مين لسه ما بيعرفش يعملها؟ انا. مستر 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 تنزلنا على الموقع الجروب. ايه؟ ينفع تنزل الموقع الجروب؟ انا بقوله لك اهو، ارسم خمس حاجات زي دي. تراينجل كامل؟ اه مفيش تراينجل، انا ما قلتش تراينجل يا راما. انا برسمش تراينجل. ماما اسمي تراينجل. مستر اللي بيرسم تراينجل ده غلط. مستر زي زياد رسم. مستر زي زياد لما رسم كده ثلاث مرات خمس مرات قصدي؟ اه زي ما زياد رسم نعمله خمس مرات. مين اللي رسم تراينجل ده؟ ايه يا احمد ده؟ مركز كده يا احمد مظبوط، بس ما ترسمش تراينجل دي خمس مرات؟ اه. طب مستر ينفع خلاص دي اقول انت بس يا مستر اسمه ايه؟ يعني قول لنا نعمل الخط كم سنتيمتر؟ تن سنتيمتر. هعملها كده تاني ونشوف. كله تن دلوقتي ولا ده الهوم؟ بس البوينت يا مستر تكون اوت سايد صح؟ البوينت تكون اوت سايد. ايوه البوينت تكون اوت سايد والخط يكون مختلف. يعني مره الخط كده. مرة الخط كده. مرة الخط كده. مرة الخط كده. ازاي طيب دي مرة الخط كده. يعني يكون مايل عدل نايم. بس كده يا غير برضه يا مستر. يا مستر اول حاجة خط كده. خط مستقيم بعد كده خط نايم هنا. خط نايم هنا وخط طول كده. ايوه. يعني حاول تنوعهم يعني. ما يكونش الخمسة زي بعض بالظبط. انا هحاول اعمل واحدة زي بس خليك معايا في الكاميرا يا مستر ماشي؟ هو ناقص دقيقة والسيشن تخلص. بسرعة. اقل من دقيقة خلاص والسيشن هيخلص. كله عارف الهوم ورك؟ ايوه ايوه خمسة. مستر انا محمد الملك قولوا لي. مستر عملتها يا مستر. خلصت واحدة ده أول واحدة من اليوم. مستر لو احنا نقعد نعمله مايل. راما لحظة يا راما. مستر ايه الواجب بتاع الماس؟ أنا قلت بترسم خمس مرات زي دي. اوكي. بس كده. كله عارف الهوم ورك محدش يسأل تاني. ايوه مستر باي. يعني هنعمله مايل